السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea na somo letu la Qur'ani katika somo la tartil katika maqamat, kuonyesha maqam sika vipi kwa karibu na Hijaz na unapita wapi ili uipate Hijaz. Unapita kwenye jawab ndio utaipata Hijaz ukiwa kwenye sika, ukitoka kwenye sika kuingia Hijaz, na ili uipate sika unapita kwenye qarar ili uipate sika. Haya, tunaonyesha kwa mifano. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. سيكايو بنجاج حجاز. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ونرد في بسيكا. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فبتيا قرار ليو تايبا تسيكا. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.